في الحقيقة في أخبار تانية كتير شهدتها كل المحافظات المصرية. في الدقهلية تم تشغيل سوق السيارات الجديد في المنصورة بعد نقله. في الإسماعيلية تم الموافقة على 17 مشروع استثماري بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه. أما في الشرقية فتم توفير 1450 فرصة عمل داخل 50 مصنع. وفي أسيوط تم تسليم قافلة المقاعد المدرسية الجديدة إلى مديرية التربية والتعليم هناك. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الدقهلية أعلنت نقل سوق بيع وشراء السيارات والبدء في تشغيله بموقعه الجديد خلف مساكن المحمودية بمنطقة المجزر بمسافة 500 متر تقريباً، وده في إطار خطة المحافظة لحل كل المشاكل المرورية وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وصناعة الهوية البصرية لمحافظة الدقهلية من خلال نقل جميع الأسواق والمواقف العشوائية الغير منظمة واللي بتشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة. شهدت محافظة الإسماعيلية استعراض 17 مشروع استثماري جديد تم الموافقة عليهم في مجالات التخزين والأحذية ومستلزماتها وإكسسواراتها والشنط الجلدية والجوارب والملابس الجاهزة وتصنيع الأدوات المكتبية وتصنيع أبراج قياس الطاقة المتجددة وتجميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها وغيرها من المشروعات، وده بتكلفة استثمارية 105 مليون و650 ألف دولار، وبتوفر نحو 11416 فرصة عمل مصري و92 فرصة عمل أجنبي. أعلنت محافظة الشرقية عن توفير 1450 فرصة عمل داخل 50 مصنع وشركة ومدرسة بالقطاع الخاص، حيث إن الدولة بتسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير مصدر رزق يدر عليهم دخل ثابت ليحيوا حياة كريمة. شهدت محافظة أسيوط تسليم قافلة المقاعد المدرسية الجديدة لمديرية التربية والتعليم ضمن الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبيتم توزيع المقاعد على المدارس الأكثر احتياجاً وفرشها وتوزيعها على مساحات الفصول لتحقيق أكبر قدر من الإتاحة قبل بدء العام الدراسي الجديد. أكدت محافظة كفر الشيخ أنه بيتم تنفيذ أعمال تشجير المدخل الغربي للمنطقة الصناعية بمركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون شجرة، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وحيث تم زراعة 152 ألف شجرة بالمحافظة حتى الآن. أعلنت محافظة المنيا تقديم 476 خدمة طبية وعلاجية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة بالمحافظة خلال 40 يوم منذ انطلاقها في الأول من أغسطس الماضي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وده ضمن الجهود المبذولة من القطاع الصحي لتقديم خدمات علاجية متميزة تساهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين. أكدت محافظة أسوان أنه بيتم تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمدينة السبعية التابعة لمركز إدفو، وبلغ حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة نسبة تنفيذ تصل ل90% لخدمة أكثر من 34 ألف نسمة بمدينتي السبعية والبصيلية. في بني سويف أعلن فرع التأمين الصحي عن خطة استعدادات الفرع الخاصة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، واللي من المقرر انطلاقها مع بداية الأسبوع الثاني للترم الأول للعام الدراسي الجديد. بتستهدف المبادرة أكثر من 84 ألف طالب وطالبة بمختلف المدارس العامة والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة. اعتمدت محافظة سوهاج خرائط نطاق التصالح على مخالفات البناء اللي تم إعدادها بمعرفة مديرية الزراعة بسوهاج والتخطيط العمراني، وبيأتي اعتماد خرائط نطاق التصالح في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين وتحقيق مصالح قطاع عريض منهم. نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية استمرت فعاليتها على مدار يومين بوحدة طب أسرة سنة 3 بمنطقة العامرية الطبية غرب الإسكندرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وضمت القافلة 8 تخصصات بطنة وأطفال ونساء وتنظيم أسرة وجراحة وجلدية وأسنان، وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1296 مريض من أهالي المنطقة. فعلت محافظة جنوب سيناء منظومة الدراجات التشاركية بمدينة شرم الشيخ وده بمحطة السوق القديم كأول محطة بمحافظة جنوب سيناء، وبيأتي هذا المشروع كجزء من مشروعات الاستدامة اللي بتهدف للحفاظ على البيئة وتعزيز المنظومة الخضراء، بالإضافة لكونه من المبادرات الذكية التي تعكس التحول الرقمي في مجال النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ. ومن المخطط توسيع نطاق انتشار الدراجات التشاركية ليشمل كافة أنحاء المدينة خلال الفترة المقبلة.